ازيكم يا شباب؟ معاكم زكريا حسنين. في الفيديو البسيط ده هقول نبذة بسيطة كده عن نفسي للناس اللي متعرفنيش، وبعض النصائح لإخواتي طلاب سنة رابعة تجارة إنجلش. أنا اسمي زكريا حسنين، معيد المحاسبة الإنجليزي بتجارة إنجلش كفر الشيخ. تقريبا درست معظم، إن ما كانش كل، مواد محاسبة إنجلش. حاصل على العديد من الدورات، أبرزهم دورة IFRS، معايير المحاسبة الدولية، من الـ UC جامعة أمريكية. عندنا الشركات الكبرى بتشتغل بمعايير المحاسبة الدولية، سواء في دول الخليج وبعض الشركات في مصر، الشركات الكبيرة. فضروري إن أنت تكون برضو عندك معرفة بحاجة زي كده. إن شاء الله إن شاء الله لما أكون معاكم في السكاشن، يعني إن شاء الله هعرفكم على الكلام ده بالتفصيل. يعني بعمل ماستر في حاجة اسمها البلوك تشين، ودي من أبرز الحاجات اللي هتخلي مهنة المحاسبة والمراجعة متطورة بشكل كبير أو ممكن تتغير إلى حد ما. غير كده أنا عضو في حاجات كتير زي أمريكان سنتر في القاهرة، مركز ثقافي أمريكي، وحصل على العديد من الدورات زي الجرافيكس بقى، على كورسات تانية في الكمبيوتر من المعهد الروسي والبريتش كونسل الإنجليزي إلى آخره. عملت كمحاسب فاينانشال اكاونتنت في احد شركات كونستراكشن كومباني، شركات المقاولات، وعملت تريننج، خدت كورس تريننج واتدربت في برايس ووتر هاوس. دي واحده من كبرى الشركات البيج فور في مجال المحاسبه والمراجعه، اكيد انت عارفينها من سنه ثالثه. للتواصل معايا ممكن تكتب زكريا حسنين او اللينك زكريا دوت حسنين اوفيشال، او تكتب زكريا حسنين على الفيسبوك، هتلاقي الاكونت بتاعي اللي هو الرسمي الاوفيشال، أو ممكن تتواصل معايا على الرقم بتاعي. طيب، السنة دي أنت عندك 6 محاسبات، السنة دي أنت عندك 6 محاسبات. نصيحتي ليكو لازم تاخد، يعني دي سنة التخصص. يعني لو أنت كنت جايب تقديرات وحشة أو تقديرات مش لطيفة قبل كده، حاول بقدر الإمكان تظبط السنة دي. ليه تظبط السنة دي؟ لأن دي السنة الأخيرة، ودي السنة اللي فيها الميجور بتاعك أو التخصص بتاعك. يعني سنة رابعة عندنا في الكلية هي سنة التخصص، سنة الإيه؟ سنة التخصص. سنة التخصص يبقى دي من أهم السنوات اللي أنت حضرتك لازم تهتم بيها جدا. يعني في ناس بتكتب مثلا تقدير امتياز في آخر سنة، يقول لك مثلا تقدير مثلا مقبول أو تقدير جيد في أول 3 سنين، والسنة الأخيرة جايب جيد جدا أو امتياز في آخر سنة. طيب، حضرتك أنت عندك 6 محاسبات، عندك ادفانسد اكاونتنج، محاسبه متقدمه، عندك كوست اكاونتنج، عندك اوديتنج، عندك اي اي اس، عندك فاينانشال اناليسيس، عندك تاكس اكاونتنج. فعندك كل المواد دي من صلب المحاسبه، مواد اساسيه جدا، فحضرتك لازم تكون اندرستاندنج بيها كويس وفاهمها كويس جدا، مش مجرد ان انت خدت كلمتين والسلام، لازم تكون فاهمها كويس حتى كمان تجيب تقدير كويس في الكليه، وكمان لما تخرج تشتغل كاكاونتنت محاسب تبقى فاهم الحاجات اللي انت درستها. يعني في ناس بتقول مثلا الكلام انت بتدرسه ملوش علاقه بالواقع، الكلام ده مش مظبوط. لا، في حاجات من اللي انا باخدها في الكليه بتفيدني جدا في الواقع. الواقع انت بتشتغل مثلا كمحاسب مالي او محاسب تكاليف، بتبقى متخصص في بارت واحد، او حتى لو انت شغال في البنك انت بتشتغل مثلا على برامج معينه او حاجات معينه او بتاسك معين، فانت ما بتستخدمش كل اللي انت خدته طبعا في الكليه، بتاخد جزء وتبدأ تتعمق فيه بحيث تبقى بروفيشنال فيه بشكل كبير. فيعني النصيحة أخوية، لازم تهتم بالسنة دي وما تضيعش وقتك من أول يوم في الترم. لازم تهتم إن أنت تذاكر وتحصل كويس وتظبط المواد دي بشكل بطريقة كويسة، يعني في الكلية تذاكرها كويس عشان ربنا يوفقك إن شاء الله، والتوفيق إن شاء الله. أي حد عاوز حابب يستفسر عن أي حاجة، محتاج أي سؤال ممكن أقدر أفيده، سواء في الدراسة أو أفيده في الخبرة العملية، ممكن أرقام عيط، وده الفيسبوك بتاعي وأرقام التواصل بتاعتي. وشكرا، والتوفيق إن شاء الله.